بسم الله الرحمن الرحيم. اتلتيكو مدريد بطل الليجا المره 11 في تاريخه بعد فوزه المثير جدا على بلد الوليد 2-1. فوز اتلتيكو مدريد بالليجا النهارده بيثبت حاجه مهمه جدا، وهي ان الليجا من البدايه كان واضح ان اتلتيكو مدريد هو الاقدر والاحق بيها في موسم سيء جدا من قبل ريال مدريد، وموسم سيء جدا 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 وتقبيض غير طبيعي من ناحيه برشلونه. فكان واضح ان اتلتيكو مدريد هو المرشح الاقوى السنه دي بعد نهايه الدور الاول. كان واضح ان اتلتيكو مدريد الدوري ده بتاع اتلتيكو، بس سيميوني ورفاقه فضلوا يخسروا نقاط يخسروا نقاط يخسروا نقاط لحد ما ريال مدريد وبرشلونه دخلوا في المنافسه على الليجا. بس كعاده الريال والبارسا في المواضيع دي، احنا مش عايزين الليجا، خدها انت. بص احنا مش هناخد احنا ليجات، انت مش اجدع مننا، انت مش تقعد تتعادل لنا وتخسر لنا وتوقع نقاط وتسقط نقط، واحنا كمان ما نطلعش ناس محترمه وجدعه معاك، احنا برضه هنفضل نسقط نقاط واحنا برضه هنفضل نخسر نقاط، وخد انت يا عم الليجا حل عليك. وده فعلا اللي سيميوني في اخر اسبوعين. طب ما ناخد الليجا يا جماعه، ما واضح ان الليجا سهله ونكسب النهارده اوساسونا وكمان نكسب الماتش الجاي قدام بلد الوليد نبقى ابطال الليجا. وقتها قررت ان انا اشجع كده اتلتيكو مدريد محترم بقى، خلاص بقى برشلونه خسر الدوري فانا راح اشجع اتلتيكو مدريد، يمكن ربنا يكرمه وينفخ خساره سيميوني ورجالته ياخدوا الدوري. اتفرج على المباراه لحد الدقيقه 70 كده، اتلتيكو مدريد لبس الهدف الاول، فقلت خلاص واضح ان الليجا راحت لريال مدريد. لقيت اتلتيكو مدريد اتعادل 1-1، والله ناس محترمه ولحيده بتحاول ان هي على قد ما تقدر بينطلقوا، رينالدو دي بيجيب التعادل وسواريز بيجيب جون في الدقيقه 91. والله الفرقه دي فرقه محترمه وتستحق ان الواحد يشجعها الماتش الجاي. ونسيبك بقى ماتش برشلونه وايبار ده، هو كده كده ماتش ملوش اي 60 طلب وبنلعب من غير ميسي، فلو عطانا نتفرج النهارده على ماتش اتلتيكو مدريد وبلد الوليد، لان كده كده مباراه الريال مرتبطه بمباراه اتلتيكو مدريد. وانا قاعد اتفرج كده اول 10 دقايق سيميوني ورجالته عايزين يكسبوا، والله واضح ان اتلتيكو مدريد بيهاجم حلو الكلام ده، ما بشوفوش كتير مع اتلتيكو بس بيهاجموا والله، لحد ما في ضربه ثابته بتيجي لاتلتيكو مدريد ضربه ركنيه، كل الفرقه حرفيا طلعت تهاجم. يا جماعه انتوا اتلتيكو، انتوا سيميوني يا جماعه، انتوا بتنسوا ولا ايه؟ انتوا ناسيين هويتكم يا جماعه؟ لا، لبسوا هجمه مرتده عشان خاطر يبقى 1-0 البلد اللي قلت. بس واضح ان انا الراجل نحس عليهم، انا مش هشجعهم، انا خلاص سيبهم زي ما يكملوا هم، واضح ان هي خربانه، وخصوصا الشوط الاول انتهى 1-0. ببص على الريال عامل ايه مع فيا ريال، لقيته خسران. الله حلو، يعني اتلتيكو مدريد لحد دلوقتي بطل الليجا رغم ما هو خسران. بنبدا شوط تاني علشان خاطر انخل كوريا بلعبه فرديه ولا اروع ولا اجمل يقدر ان هو ينكش كده ما بين رجل المدافع بتاع بلد الوليد عشان الكره تروح تتهادى في المرمى ويبقى 1-1. خلاص يا جماعه دخلنا في الجيم بقى، نبص على الريال لسه خسرانين 1-0 من فيا ريال، والله كويس واضح ان ده الوداع اللايك لزيدان. وبص بعد كده يا جماعه، طب هنعمل ايه بقى عم سيميوني؟ انا جو فيليكس لازم ينزل ورونالدو دي لازم ينزل، سيميوني بيهاجم باربع خمس لعيبه، لا 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 كده ما ينفعش، احنا بنشوف حاجه جديده فلازم سيميوني يكسب يا جماعه علشان خاطر خط نص بلد الوليد يتعاطف مع سيميوني، واللعيب بتاع خط نص قرر ان هو يعمل اسيست ولا اروع لسواريز، يديله خد انفراد يا سواريز، خد انفراد وخلص خلص المباراه وهات جون علشان خاطر كل جمهور برشلونه اللي كان بيتكلم على حته ان سواريز قاعد بس عشان خاطر هو صديق ميسي، وان ثوره ميسي على برشلونه دي عشان خاطر صديقه الصديق سواريز مشي ولازم سواريز يمشي علشان خاطر الاسطوره الحقيقه انطوان جريزمان ياخد مكانه ويلعب اساسي في التشكيله، ولازم جريزمان يعمل بلا 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 علشان خاطر سواريز يجيب الهدف الثاني اللي ياخدوا بيه الليجا، واحنا انطوان جريزمان يجيب لنا الهدف الاول في مباراه اباره علشان خاطر نخلص المركز الثالث. انت كنت صح، سواريز ده ماشي عشان خاطر صديق ميسي بس، يعني لا ده ماشي عشان خاطر الراتب. طب بالنسبه للراتب بتاع بيكيه وبوسكيتس وسيرجيو روبرتو وجوردي البا والناس دي كلها، هو ده الراتب بتاع سواريز اللي هيوقع الفرقه، والراتب بتاع الناس دي هو مش هيوقع الفرقه، عشان تعرفوا ان هو كان باين من الاول ان احنا ما عندناش اي حاجه خالص، وحته ان احنا بننافس على الدوري دي كانت جدعانه من سيميوني، بس احنا قلنا له لا ما خدش احنا صداقات ولا حسنات من الكلام ده، مش هجدع مننا يابا، احنا هنعلي عليك في الضحك زي كل سنه كده، احنا والريال بنفضل نعلي على بعض نعلي على بعض، المره دي احنا الاثنين قررنا نعلي على بعض مين اللي هيخسر نقاط اكتر ومين اللي هيخلي سيميوني يخلص مركز اول. بس ريال مدريد جه غفل سيميوني كده في اخر اللحظات، كريم بنزيما جاب هدف تعادل في الدقيقه 88، سيميوني حط ايده على قلبه وقال لك بس ممكن نلبس الهدف الثاني في اي وقت، وبلاك عمال يشيل والعالم نلعب 60 لو ممكن نتعادل، ومودريتش بيجيب الهدف الثاني عشان خاطر سيميوني يقول للرجاله بتاعته بس توقفوا في الملعب كده علشان خاطر واضح الريال هيبيعنا وهيكسب واحنا لو تعادلنا هنخسر الليجا، عشان حكم يقول لا 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 ثلاث دقايق خلصت على وقت الضيع، مبروك عليك الليجا يا اسطى، الف 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 مبروك ليك الليجا، علشان خاطر سيميوني يتوج بالبطوله وسط حزن من جمهور برشلونه، اللي احنا شايفين ان الليجا دي كنا ممكن نستحق ان احنا نتوج بيها عادي، لان احنا عندنا مدير فني مغفل وعندنا فريق لا يستحق الترويج، حسبي الله ونعم الوكيل في اللي كان السبب. وريال مدريد وجمهوره والوداعيه اللائقه لزين الدين زيدان للاسف ما يحظيش بيها، علشان خاطر بعد خساره الليجا رسميا بنسبه كبيره بيريز هيقول له
سكت السلام يا صديقي. الليجا خلصت يا اسطى وراحت متعه الليجا وراحت حبه برشلونه. لو عجبك الفيديو ممكن تعمل لايك، لو ما عجبكش فهاجم على اعمل ديسلايك واعمل قول لي اللي انت عايزه في الكومنتات. كده كده خربت يا اسطى والليجا راحت واتلتيكو خدها.